تصريحات الأسبوع اللي يجمعها لنا كالعادة زميلنا عبدو علاق، نشاهدوها في هذا التقرير قبل أن نناقش كل هذه التصريحات. مثلما عودناكم في فقرة تصريحات الأسبوع، رصدنا لكم أهم التصريحات التي أحدثت جدلا واسعا في الساحة الإعلامية والبداية. يبدو أن الدور السعودي أصبح قبلة لنجوم الكرة الأوروبية بدليل اقتراب انضمام إنغولو كونتي، رياض محرز وزين الدين زيدان كمدرب، وترسيم التحاق اللاعب السابق للريال كريم بنزيما الذي أكد على ارتياحه في هذا البلد المسلم الذي لطالما كان يحلم بالعيش فيه. C'est là où j'ai envie d'être, parce que c'est important. C'est important d'être déjà dans un pays musulman, où je sens déjà que les gens m'aiment. Et voilà, ça va me permettre d'avoir une nouvelle vie. Et je suis pressé d'être là. Donc il y a la Mecque qui est tout proche. Donc comme je suis un croyant, c'est important pour moi. Et voilà, c'est là où je vais me sentir le mieux et je suis à ma place. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف برأ نفسه من قضية عدم تسجيل المنتخب النسوي في التصفية المؤهلة إلى الأولمبياد، مرجعا السبب لأعضاء الاتحاد السابقين. هذا أمر ما يعنينيش، أنا كي جيت لقيت الأمر حسن والفيدرالية آنذاك أرتأت أنها لا ما تسجلش الاستمارة، وبالتالي هذا لا يعنيني الأمر هذا. أنا أول حاجة درتها كي جيت قبل ما ننصب المديرية الفنية نصبت لو ديبارتمون في مينا وجبت أكبر خبير في أوروبا. جريدة الخبر كشفت عن مراسلة تلقتها الفاف في 17 من جويلية 2022، أي بعد أسبوعين من تولي زفيزف رئاسة الاتحادية، تبلغه فيها بتسجيل المنتخب النسوي قبل 21 من ذات الشهر. الصحفي يزيد وهيب فتح النار على الاتحادية بعد هذه القضية، مطالبا إياها بالرحيل وترك الكرة الجزائرية وشأنها. ومازال المهازل يكملوا، يعني نقول لك بركات وما ندوروا نهربوا قسامة. أي بركة وراكو قاعدي قسامة، أنتم راكو قاعدي قسامة في كثير، كل مرة كاين فضيحة كل شهر. أنا كو رايحين يخطوا في البال يروحوا، خاصة المنتخبين هذوما اللي راهم على راس الاتحادية، روحوا. ما تقدروش ما نقولوش باللي راكو يسويتوا، هذه ما نفروغ منها، روحوا خلوا الفوتبول ترونكيل. الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمة سعيد عليق وبعد نهائي الكاف رد على المنتقدين مشيرا أنه لم يسبق له أن رفع شكوى بالاتحاد عكس ما قامت به الإدارة مع النادي الهاوي الذي يمثله. هكذا راني غايب والناس تهدر وتعلق، ألور إيماجين لو كان راني حاضر، دونك يجبدوا لك المحان. أنا عمري ما تاكيت لو يسمى العدالة، هما راحوا العدالة ولابد النادي الهاوي يدافع على نفسه. وحاليا شكون راهو مسؤول على النادي الهاوي؟ سعيد عليك، راهم بعاد عليا هذوك الناس، فهمت؟ انا راني في حدي، راني في بلاصتي وراني مليح وين راني. رئيس نادي براس الفرنسي تحدث عن تجربة الدوليين الجزائريين إسلام سليماني ويوسف بالليلي في فريقه، أين أشاد باللاعب السابق لشباب بلوزداد وفتح النار على ابن الباهية وهران. لاعبان غادران الموسم الفارط، أحدهما لم يكن يشارك قيم النادي واضطر للرحيل عنا بسرعة لأن سلوكه لا يناسب مجموعة فريقنا، أتحدث هنا عن يوسف بالليلي. لكن بالمقابل إسلام سليماني غادر الفريق رغم إمكانياته العالية التي يمتلكها، وبالرغم من فشله فوق أرضية الميدان إلا أنه كان حاضرا ذهنيا وقدم الدعم في غرف تغيير ملابس عكس مردوده فوق المستطيل الأخضر. الدولي الجزائري حسام عوار الذي رسم التحاقه بنادي روما الإيطالي بدأ متحمسا للالتحاق بتربص الخضر وهو المتواجد بالجزائر قبل 3 أيام. أنا جد سعيد بالتوقيع في روما لأنه ناد عظيم ويملك تاريخا كبير، أعتقد أنه المشروع المناسب لي مع فريق كبير ولاعبين متميزين وقاعدة جماهيرية فريدة. الآن أنا لاعب في روما ومستعد للبدء.
الدولي الجزائري رياض محرز الذي عدل الأسطورة الحية ربح ماجر بتحقيقه رابطة أبطال أوروبا بعد الفوز رفقة السيتي أمام الإنتر، حظي بلقطة مميزة بعد نهاية اللقاء أين توجه المدرب بيب غوارديولا لمعانقته، خاصة وأنه بقي حبيس الدكة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي رابطة أبطال أوروبا، وهي اللقطة التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.